بتوقيت المحيط الهادي، يعني يا أصدقاء بينزل الشعر الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين. أما بالنسبة جايز إلى الجزائر والمغرب وتونس ينزل معهم جايز الشعر بيكون الساعة 8 مساء يا أصدقائي. أما الوقت في دولة ليبيا الساعة 9 مساء. طبعا يا أصدقاء عدد نسخ هذا الشعر بتكون 3000 نسخة. وللآن لم تذكر مطورة هذا الشعر كيفية الحصول عليه، هل عن طريق ماب أو عن طريق رابط؟ فيا أصدقاء أول ما بيصدر خبر كيفية الحصول عليه بنزلكم الخبر في المنتدى أو في قناتي على التليجرام مشان بيكون عندكم معلوم. أصدقاء أنا الآن في سفر وجنب ضجة كثير، فما بقدر يعني بنزلكم فيديوهات صعبة كثير. بجوز يا أصدقاء أنا أكثر شيء بتواصل معكم في المنتدى وكمان بتواصل معكم في قناتي على التليجرام. بالنسبة يا حبيبي لهذا الشعر سبق ونزلت طريقة الحصول عليه. هذا الشعر بينزل مجانا ومحدود. طبعا يا أصدقائي وعدد نسخ هذا الشعر بتكون 1000 نسخة. كمان يا أصدقائي أعيد لكم طريقة الحصول على هذا الشعر. أول شيء يا أصدقائي تنضموا في المجموعة، ورابط المجموعة وضع لكم الصندوق وصف هذا الفيديو. بعدها يا أصدقائي بتنتقلوا إلى ماب. كمان يا حلوين رابط الماب أضع لكم بالوصف. أوكي يا أصدقائي. بعدها يا أصدقائي بتنتظروا في الماب مدة 10 دقائق وبتاخذ الشعر مجانا. لكن يا صديقي بدي أقدم لك نصيحة. أول شيء قبل إصدار الشعر لازم أنت ب 10 دقائق إنك منضم إلى الماب وفايت للماب يا صديقي مشان اي لاق او اي شيء يعني مش ياخذك في الوقت. ثاني شيء يا صديقي اذا انت مش منضم في المجموعه روح يا صديقي هلا وروح انضم للمجموعه مشان يا صديقي انه مش ياخذ معك وقت وانت منضم للمجموعه. يعني دغري اول ما بينزل الوقت قبل 5 دقائق 10 دقائق انت في الماب مشان يا اصدقاء اول ما يبلش الحساب انك ببلش معك من الثواني والى الدقائق. اما بالنسبه لهذا الشعر يا حلوين هذا الشعر عند لدى المطوره وقالت اذا رايت تفاعل في حساب الديسكورد اعمل لكم هذه المفاجاه. كمان يا اصدقاء هذه المطوره بتكون نزلت اكثر من شهر من قبل بيكونوا مجانا ومحدودين. فيا احبابي الى الان لم تذكر المطوره يعني وقت نزول الشعر او بتعمل مجانا او لا، فقط كتبت انه بتعمله مفاجاه. فاول ما بيتم الاعلان عنه مجانا اكيد يا اصدقاء انا بخبر